في استمرارية لتطوير دور العنصر النسائي وتكثيف مشاركته في فضاءات العمل، إيماناً بالدور والرسالة التي تحملها المرأة في خدمة دينها وولاة أمرها ووطنها. يعملن موظفات الوكالات النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم مختلف الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام في عدد من المجالات الدعوية والإرشادية والتوجيهية والعلمية تحت ضوء الضوابط الشرعية. تقوم وحدة المستفيدات على عدة مهام، منها تقديم الاستفسارات للزائرات، أيضاً إرشاد التائهين وتعد الخدمة الأساسية. أيضاً نقوم بتوزيع المنشورات التي تعينهم بإذن الله تعالى على تقديم مناسكهم إن شاء الله بكل يسر وسهولة ومعرفة. أيضاً نقوم بتوزيع المصاحف، أيضاً نقوم بإرشادهم وتقديم الاستفسارات لهم عن طريق إما وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق المكتب الرئيسي في المسجد الحرام. السلام عليكم، أهلاً وسهلاً، تفضلي يا ماما على الداخل. أهلاً وسهلاً. مهامنا في إدارة الهيئة تنظيم المصليات وتسوية الصفوف، قيام الموظفات بجولات ميدانية وتغطية الملاحظات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توزيع الباركودات على القاصدات والإجابة على أسئلتهم وتقديم بعض الخدمات لهم.